اللہ تعالیٰ کے 99 نام۔ صحیح حدیث شریف میں آیا ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان اسماء متبرکہ و معظم کا وظیفہ باعث حفظ ایمان و دخول جنت ہیں۔ اسماء للہ تعالی الحسنى التي امرنا بالدعاء بها 99 اسما من احصاها دخل الجنہ، رواہ البخاری والمسلم وغیرہما۔ ترجمہ: نام باری تعالی کے اچھے جن کے ساتھ حکم ہوا ہم کو دعا مانگنے کا۔ 99 نام ہے، جو شخص یاد کرے گا ان کو داخل ہوگا بہشت میں۔ روایت کیا اس کو بخاری اور مسلم اور دوسرے محدثین نے۔ اللہ تعالیٰ کے 99 نام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الرحمن الرحیم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسق الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الوالي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن المانع المتعال البر التواب المنتقم العفو
الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. بچوں کو یہ اسماء الہی ضرور حفظ کرانی چاہیے، انشاءاللہ تعالی ان کی برکت سے بہت جلد علم حاصل ہو جائے گا.